بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية ربنا هي أرقى مكان وأشرف مكان وأكتر مكان في الدنيا الإنسان ممكن يطمن وهو واقف فيه. هدية ربنا النهاردة هي ظل ربنا سبحانه وتعالى، ظل ربنا يوم القيامة. مين هيبقى في الظل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من السبعة دول ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عارف معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن في يوم من الأيام هتعمل عمل صالح هو صغير جدا لو قارنته بالثواب العظيم. الثواب إنك أنت في يوم القيامة، اليوم اللي ربنا قال عليه في القرآن: فذلك يومئذ يوم عسير، لكن مش على الناس كلها. اليوم ده ربنا قال عليه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الرضيع يعجز من الخوف لو شاف يوم زي ده. اليوم ده مقداره 50,000 سنة، يوم بتأتي فيه النار تساق حتى تشهد الحساب، تنتظر من يلقى فيها. يوم صعب، وفجأة ينادي ربنا على أصناف الناس عشان يسيبوا العرق ودرجة الحرارة العالية ويأتوا إلى ظل الرحمن. ويبدأ الملائكة تقول مين أهل الظل، ومنهم واحد بيسمعني أو واحدة. جالوا في يوم الأيام واحد يطلب منه صدقة، فحط إيديه في جيبه كده وقام قايل: أنا هديله اللي فيه النصيب من غير ما بص، هديله اسمته. وقامت طلع ورقة بجنيه، طلعت ورقة ب5 جنيه، طلعت ب20، طلعت ب50، أكبر ورقة بكام؟ طلعت ب200 جنيه. أهو ده نصيبه، من غير كده ما يبص عليها، واديها له بمنتهى التواضع. فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خدها الغلبان ومشي. لكن ربنا فاكرها لك يوم القيامة، فتنده عليك ولقيت الملائكة بتقولك وبتقولك: اتفضلي مكانك في الظل، عشان في يوم من الأيام تصدقت وانت بتخفي الصدقة وانت متواضع لدرجة ان أعضائك ما شافتكش من كتر الخفاء، ما شافتش ايديك اليمين. عارف ربنا بيدي الثواب الكبير قوي ده ليه؟ عشان ربنا عايزنا واحنا بنتصدق نتصدق واحنا حال قلبنا طيب متواضع مش بيمن. كأني بقول للي محتاج وللفقير، كأني بقول للفقير والمحتاج: أنا اللي محتاج لك، أنا اللي مفتقر إنك أنت تيجي وتقول لي اديني، لأنك بسببك أنت أيها المحتاج والفقير أنا بقيت في الظل. شكرا لكل إنسان احتاج مننا حاجة في يوم من الأيام، فطلعناها بس بالطريقة اللي ربنا بيحبها، بتواضع، وطلعت الصدقة في الخفاء، عشان الإنسان لا يشعر بالمن ولا يشعر أبدا بالفخر، بل الفخر الحقيقي يوم ما تاخد جايزتك، يوم ما يتنادى عليك في ظل رب العالمين.